كبير ونجم كبير وعارف. الحفله اللي اتعملت لكوكا او مش الحفله، التوديع اللي اتعمل لكوكا قبل التمرين الاخراني ومجرد ما علم ان الاصابه يعني هيقعد فيها، اعتقد ان ده يخليك تبقى مركز جدا جدا جدا، وشايف ان هناك روح الفه ومحبه ما بين اللاعبين توديك للتركيز اللي ان شاء الله يوديك في النهايه للفوز بهذه البطوله. اكيد يا اسلام. وبعدين خد بالك تواجدك وترشيحك لمنتخب مصر شرف كبير جدا لكل لاعب، وخصوصا مع المجموعه اللي موجوده. يعني النهارده مجموعه منتخب مصر تقدر تقول مجموعه اكتملت في خطوطها الثلاثه او في التشكيل او الخريطه اللي موجود عليها من خلال اماكن اللعيبه. ايوه عندنا لعيبه عندها خبرات وعناصر زي ما احنا شايفين، يعني حجازي من ده طبعا وقت توديع كوكا يعني. بصراحه يعني اولا موقف جميل جدا من عجبني جدا الموقف ده بصراحه، يعني انت بتكرم اللاعب وكل اللعيبه والجهاز الفني والاداري والطبي، وطبعا يعني شوف الحب اللي موجود بين اللعيبه طبعا وبين بعض وبين الجهاز الفني. طبعا الشناوي على راسهم طبعا بيطبطب على جميع ان حاسس طبعا ان الولد يعني كان عايز يعمل حاجه في البطوله، بطوله منتخب مصر او بطوله كاس الامم الافريقيه القادمه، مع النخبه الجميله الموجوده في الصوره يا كابتن اسلام. صحيح. حجازي كابتن الفرقه وامام كمان زي ما قلت لك اللعيب اللي حواليه، كمان مصطفى محمد من اللعيبه المميزه جدا طبعا بيحتضنوا كهربا طبعا كلهم الحقيقه كابتن الفاكهه بتاعت المنتخب طبعا. والنادي الاهلي كلهم زعلانين كلهم متضايقين. فانا عايز اقول لاخوك سبحان الله اوروبا يعني ده نصيب يعني، لكن انت قدمت الفتره اللي فاتت ديت اوراق اعتمادك للكره المصريه للنادي الاهلي ومنتخب مصر. صحيح. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك يا رب يعوض عليك خلال الفتره الجايه وتنضم للمنتخب باذن الله. لسه عندنا بطوله عربيه وعندنا كاس عالم وعندنا حاجات كتير ان شاء الله الفتره القادمه، ولكن يكون موجود فيها كوكا اي لعيب بيتاثر بهذا الشكل الحقيقي لانه كان يتمنى طبعا هو يكون موجود في ظل هذه السنة. ومع النخبه دي كمان يا اسلام النخبه الجميله. صحيح. النهارده بقى في قوام لمنتخب مصر بصراحه بيشرف الكره المصريه، كلهم نجوم كبار اذا كانوا محترفين خارجيا او محترفين محليا. فالنهارده يعني من ضمن المنتخبات ان شاء الله باذن الله المحللين والنقاد بيرشحوا مصر ان شاء الله باذن الله انها تكون اول فرقه يعني الناس بترشحها للفوز بكاس الامم الافريقيه القادم باذن الله. اول تجمع امبارح يا كابتن لمنتخب مصر قبل بطوله كاس الامم الافريقيه واخر تجمع برضو، هل من الممكن مش عارف هو مدته طويله ولا صغيره، مش عارف اقولها ازاي، حضرتك شايفها ازاي؟ لا مده معقوله انك انت كان عندك ارتباطات. يعني مش قصيره يعني. لا مش قصيره، عندك ارتباطات وبعدين كمان انت بتنهي معسكرك بمنتخب تنزانيا اللقاء الودي سبعة ان شاء الله. مهم جدا. أوكي. يعني بحيي طبعا الجهاز الفني لان هو برضك عنده مباراه مع تنزانيا يهمه جدا يشرك معظم اللاعبين، يهمه جدا كمان يا كابتن اسلام ان هو يؤكد بقى على الشغل اللي عامله من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه من الناحيه التكتيكيه بالذات طريقه اللعب اللي هيلعب بيها ان شاء الله في البطوله. عايز يطمن على كل اللعيبه يبقى في تاني زي ما قلنا اندماج بين المحترفين الخارجيين والداخليين. فانا شايف ان توقيت مباراه تنزانيا للمنتخب ده توقيت جيد جدا. كمان عندنا هيبقى مراحل يمكن حوالي 7 ايام عمل ما تبدا البطوله نقدر نسافر هناك ونتاقلم على الاجواء. سافر يوم 9 نتاقلم كمان على الاجواء بتاعت ساحل العاج. صحيح. من ناحيه الرطوبه من ناحيه الجو من ناحيه واحنا عارفين ساحل العاج دوم النجيله طويله قد كده فاكر النجيله تخش في سبحان الله وانت فدي كلها حاجات مهمه جدا انك انت في ال7 ايام دول زي ما انت تفضلت ارضيه الملعب ازاي هنتعامل معاها الرطوبه والمناخ الجو طبعا. خلي بال حضرتك برضو ان انت تلعب